تكريسا لقيم الشهادة والشهداء، وزارة الداخلية تكرم عددا من أسرى وذوي شهداء قوى الأمن الداخلي الذين قضوا على أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة. واللواء محمد إبراهيم الشعار يؤكد أن سوريا قوية ومنيعة بعزيمة أبنائها ودماء شهدائها. بمناسبة عيد الشهداء أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر، كرمت وزارة الداخلية أسر شهداء قوى الأمن الداخلي الذين قضوا في مواجهة وملاحقة المجموعات الإرهابية المسلحة أزلام الحرب الكونية التي تشنها القوى الإمبريالية والاستعمارية والصهيونية بمساعدة دول عربية وأقليمية للنيل من صمود سوريا ونهجها المقاوم. هؤلاء من كرموا في الدنيا وكانوا أنبل بني البشر وبقوا أحياء في الآخرة، أحياء يرزقون. شهداء قوى الأمن الداخلي الذين يتسابقون أيضا إلى جانب إخوتهم في القوات المسلحة في ميادين القتال ليقدموا أنفسهم قربانا أيضا ليحيى الوطن ويبقى عزيزا كريما، وللقضاء على الفلول هؤلاء الإرهابيون الذين يعبثون بأمنه واستقراره ويسلمونه هدية لأعداء الوطن ولإسرائيل وأسيادهم أمريكا. وتحدث اللواء محمد إبراهيم الشعار وزير الداخلية إلى ذوي الشهداء وأسرهم مثمنا تضحياتهم ومؤكدا أن سوريا لم ولن تنسى أبنائها الشهداء وذويهم لأنهم على مدى التاريخ كانوا عماد انتصاراتها وكبريائها. بهذه المناسبة أيضا أقول أن ضباط وعناصر وصف ضباط قوى الأمن الداخلي جاهزون دائما لتقديم أنفسهم أيضا شهداء إلى جانب إخوتهم ليبقى الوطن عزيزا وكريما، كما قلت وكما أؤكد كل يوم، ليبقى عزيزا كريما وتخرج سوريا من هذه الأزمة قوية منيعة. كما عبر عدد من ذوي الشهداء وأسرهم وباسم الجميع عن شكرهم واعتزازهم بما يلقونه من اهتمام من وزارة الداخلية، مؤكدين أنهم باقون على خطى شهدائهم حتى يتحقق النصر لسوريا الحبيبة. الشهيد الله كرمه بالشهادة، وأنا بعتز وبفتخر باستشهاد ابني وبضع شهادته وسام على صدري. استشهد زوجي دفاعا عن الوطن درعا ضد مجموعات الإرهابية المسلحة، وإن الفخر بهالشهادة. الله يرحمه ويرحم شهداء الوطن أجمعين. الشعب السوري ما بينهز، والشهادة عنا عز. ضحيت بدمك شهيد، ليدوم الوطن معتز، ليدوم الوطن معتز. شهادة مجد والشهادة خلود، ماتوا لنحيا، ضحوا بدمائهم الزكية لنبقى لتستمر سوريا. فالشهادة هي سر الخلود. نحن في هذا اليوم المجيد عيد الشهداء نكبر ونفتخر بشهدائنا الأبطال أبناء هذا البلد الذي سلك السلوكية الحقيقية الصحيحة في سبيل رفعة الوطن ورفعة عزته وكرامته. في حياتهم حفظوا أمن واستقرار سوريا، وباستشهادهم صانوا كرامة الوطن وعزته. إنهم رجال الداخلية الذين أضافوا سفرا جديدا لمعاني التضحية والفداء. وإذ يأتي هذا التكريم استذكارا لبطولاتهم وفروسيتهم، فإن التكريم الأسمى والأبقى أنهم ككل الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. جعفر أحمد، أخبار التلفزيون، دمشق.